اخوان السلام عليكم. واليوم في السوق ديال حد البلدية بتاريخ ديال 9/6/2024، وهذا الفيديو الثاني الاخوان. كما شفتوا الفيديو الاول كنا صورناه في الباب، ودابا غنحاولوا ندخلوا لداخل ونشوفوا الأثمنة كيفاش دايره هنايا في الرحبة ديال البلدية. 84 اللي عطاوك؟ اللي عطيني. شحال قلتي لهم؟ 90. يعني الاخوان بغى فيه 90,000 ريال. سنا الحليب ياك؟ سنا الحليب. جاك الثمن؟ فين؟ جاك الثمن ديالك؟ كاين الثمن ولكن كاين الثمن وكاين الثمن. شوف هذا الخروف هذاك جاك الثمن ديالو؟ الثمن ديالو مزيان. شتي اللي بغيناك تقول لنا؟ ها؟ الثمن ديالو مزيان. ياك؟ والله يحسن العوان الدرويش كله هو. ما الدرويش ماشي ديالو. والله يجيب التيسير. 77 اللي عطاوك جملة. وبالنسبة للفرادي ما عطاوكش؟ ما عطاوش فرادي الإخوان، عاطين 77 جملة. السلعة ديال البرادي هنا كي داير الثمن بالنسبة لليوم؟ دابا البائع شكل والناس اللي كتشري كلها كيقول لك كلها. هو دابا المليح راه فيه الثمن، ولكن بنادم هذوك كسيبه ديالك. كسيبه ديالك ولا عشاريهم؟ صراحة واش صراحة كسيب كيما كيجيش. هذاك الشيء احنا وين نعرفوه؟ مرحبا الله يجيبك التيسير. الله يبارك فيك. 77 الاخوان اللي عاطينو في الجملة. تعفق معاك. شحال اخويا باش خرجت الخير شحال؟ ياك حسام عادي شحال؟ عمرها فيها 70. عطاو 70 يعني 3500 درهم الاخوان. 70,000. اش دايره في السن ديالها؟ اسنان الحليب. اسنان الحليب. اسنان الحليب. اسنان الحليب. شحال سامعه شحال؟ 84. 84 الاخوان. ها؟ مليح اخويا السمعان. والو ما ناقش. هو مليح وتيكسب المليح صراحه. الله يحفظك اخويا السمعان. الله يحفظك. مرحبا. والله يجيب التيسير. الله يحفظك. شحال ولدي عطاك شحال؟ 82 الاخوان 4100 درهم. قرب لهم السوق دابا دخلتي بغيت تشري العيد. بغينا نشري العيد. هز الميكرو هو اللي فيه السوق. هضر لنا على السوق كيفاش داير. يا خويا السوق راه البهايم غالي. المسكين مشكله ما عنده باش يشري. راه كاين اللي ما صاب حتى عشا ليله. يعني جيتي امي باش تخدي اليوم؟ ما خوانا عزيت نشوف عن مال عيني، ما عندي فلوس ما غنشري. دخلتي عاد تشوف السوق كيفاش داير؟ داخله نشوف السوق اش ندير. اللهم داري. الله يجيب لي. امين. عندك بعدا فين تحطوه ولا مازال؟ والله والله ما كاين فين نحطو. على ديتو عاد شي وجوه كيوجوهكم. يعني باش تدخلوا عندك الدار هاد السيمانه كامله؟ اش غنعطي حوايجي ياكلهم. شحال سامع الخير اليوم؟ 126. 126. شحال؟ 126 الاخوان. عامر هذا سنا الحليب. 126 عاطينا جاتني. لا قاسنا الحليب. لا باقي حتى واحد ناتني. وهادي تاتني. 126. شحال باش زيتو شحال؟ 70. الصحة والراحة. يعني 3500 درهم الإخوان. قلتي لي شحال عطاوك جملة؟ 70. 70 وبالنسبة للفرادي؟ 73. 73 الإخوان بالنسبة للفرادي وجملة 3500 درهم. هادو كسيبة ديالك ياك؟ كسيبة. هادو الإخوان راه ديال الكسيبة ديال هاد السيد. هادو الإخوان راه عاطينو 65 ياك؟ شحال قلتي لهم البيع؟ ياك؟ وفرادي ما عطاوكش؟ عار جملة. عطاوه 65 الإخوان. والله يجيب لك التيسير.
خوتي غلب ناس لنا جامع جامع وديناك واحد اللايف شحال هاد الخير شحال هاد الكبش وصور شحال هاد الخير شحال العام اخويا مولا فينا هو فينا هو نصحابك حتى هو مولا لا 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 فينا هو مولا الكبش شحال هو وازا صاحبي اش يدير اللايف شحال 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 سامع شحال شحال سامع شحال خويا عطونا في 170 170 يعني 8500 درهم جامع ياك ولا ستاتي ستاتي انا اخويا حلت يعني سداسي الاخوان ستاتي مرحبا مليح اخويا مليح مليح ونزيد لك على الحاجه ولا لا كل شيء يعني لانوك رقم واحد سوبر سوبر لا يبغي شي حبيب ولا شي حاجه نخلي لي النمره يساوني ليا مرحبا مرحبا قول النمره قول 06 11 65 54 69 اللي بغى صراحه يقلع الغلم احسن هذا الغلم حسن هذا العشاء ادي 8 مليون ونص ب 2 مليون ماشي مشكل مرحبا يولد به غلم سلعه ماشي اللهم بارك ان شاء الله انا ما باغيش نبيعو للعياد هذا يدي الكساب هذا كنطلب من الله يجي لي الكساب يدي عاد قول حوله تبقى سلاله الغنم شحال عازين فيها شحال 86 الاخوان يعني 4300 درهم اش دايره في السن ديالها سنان الحليب 86 هي اختها جمله الاخرى اللي هي 84 هذه 84 الاخوان وهاد الجات هادو 86 عسنا الحليبه اش من المرقد هذا اش من المرقد العجلنا صحاره ها شحال لا هذا 52 قالك 52 52 الاخوان اللي قالوا في السيد 52 اللي عطاوك ولا اللي بغيت؟ لا عطاونا 52 قلنا لهم 54 قلتي لهم 54 هادو الاخوان راس اللي عادي لولاد يوسف عاطينهم 69 جمله وباغيين فيهم 72 فرادي سلعه ديال ولاد يوسف اللهم بارك مرحبا كي داير السوق عبد المجيد اليوم؟ السلام عليكم بخير هاك درنا على السوق عبد المجيد قربنا من السوق تبريو على المعطيره تفضل رينا تاع الدكله صاحبك عرض العرض هضرنا على السوق تاع الدكله السلام عليكم بخير قربنا شويه من السوق اليوم كيفاش السوق اليوم كاين شويه كان الحوليه اللي دايره الثمن والخروف شويه الغليظ ما خرج بنادم مازال ما ساريس دعقوا الغلاق الله يكون في العون كاين شي عيال داخل بالنسبه لليوم قليل داك السيد عيتي شوم وباقي مخلوع مازال ما سراس كاين الخروج عيل الحوريه اللي عنده شي حاجه راه تيخرج اللي ما عندوش راه باقي عيتي يدور كاين الثمن دعقوا الثمن الله يكون في العون تقريبا دابا انتم عارفين السوق مناش تيبدا يعمر مثلا باش كيدخل العيال الخطره خطرات حتى نهار الاخر دايرين هذيك بق... يومين ثلاث ايام هي اللي تبدا تهز. العياد ما العياد قاطعه هذه قاطعه تعقد الثمن بزاف. الثمن الغلا تيحطوا هذي وتيقولوا الثمن وتيزيدوا بحال حرق والعافيه. وتلك الكساب رمحن تلك رمحن. اللهم امين. هادو الاخوان راه عاطينهم جمله قال لك 96. والفرادي قال لك 102. شحال سامعين انت شحال؟ قال لك 74 اخويا 74 قال جاك الثمن اليوم في السوق هنايا اخويا ما عمره دخلناش اليوم طالع وبط كيطلع وتهبط دابا بحال داز بحال الماسك والمطر انا ولاد علي حداك شحال عطيتوه في الخير؟ ها ولاد علي موي الواد ياك تاع عبد الله ولادي يوسف ولادي يوسف هادي ولادي يوسف مزيانه ولادي يوسف بالنسبه للفرادي شحال عطاوك عمي؟ شحال عطاو الفرادي؟ 74 قال طاح وحده ياك
74 74 باش قاطع الوحدة الإخوان. هادو الإخوان قدام السي 64 جملة ياك عاودها هادي 64 يعني 3200 درهم بالصحة والراحة والله حفظك. هادي بشحال؟ 61 61 زوينة. هادي 61 الإخوان 3050 شحال خارجين أخويا هادو شحال داو؟ شحال باش داو مالنا شحال؟ شحال عمي شحال؟ 56 57 هادي 57 والأخرى 66 كي داير الثمن اليوم؟ شويه وسهل. شويه وسهل. الله يجيب التيسير بالصحه والراحه. هذه الاخوان رد السيد ب 76 سنه الحليب ياك؟ لا 8 8 76 بالصحه والراحه. يحسب الحولي تاع 120 ياك. شحال سامعين هاد الحوليات؟ خويا 120 120 شاريهم 120 واه يا سي محمد جمله كاين وحده غليظه على وحده ياك؟ ايوه دازت وحده في وحده باش تجيهم 6000 درهم يعني 3000 درهم الوحده الاخوان. يعني 60 الوحده كاين الثمن صراحه غاليه. شوفوني سيرجيو ربع في الكاميرا وبين الدري دائما الناس دارها نعيد كنا طاجر قبل حاجه هنايا.